النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض برنامج يعتبر التوب في الأركتكشر فيزواليزيشن أو الهزار المعماري، وبيستخدم في حاجات كتير جدا اللي هو برنامج أوتوديسك 3 دي ماكس. بيستخدم في الأنيميشن، بيستخدم في الإعلانات، بيستخدم في أفلام حقيقية بندخل فيها قطع سينمائية. فبرنامج مشهور جدا وناس كتير بتستخدمه ومطلوب جدا في السوق. هنبدأ نشوف مع بعض بعض الحاجات البسيطة. هو الواجهة بتاعته سهلة وبسيطة، يعني بتلاقي هنا ان انت بتشوف المكان الحاجه اللي انت راسمها من كذا واجهه، تمام. ممكن اغيرها، يعني ممكن اجي مثلا بدل ما انا شايف الفرونت هنا ادوس كليك يمين واقول لا انا عايز اشوف البوتوم، وهيبان التاثير اكتر لما نكون احنا راسمين حاجه دلوقتي، تمام. ودي طبعا احنا متعودين عليها، اول ما بدوس على اي واحده فيهم يبقى دي النشطه اللي معايا ودي اللي هبدا اشتغل عليها. والقايمه فوق هتلاقي في حاجات كتيره انت عارفها، وفي حاجات كتير لسه بالنسبه لنا جديده. انا اللي شغال في اي برنامج مثلا زي الاوتوكاد او الريفت بيلاقي في بعض الحاجات مشتركه وحاجات جديده هنبدا نتعرف مع بعض عليها. لو انا عايز اكبر الواجهه باجي بلاقي هنا زرار اكستمايز فيو بورت بالشكل دوت، ممكن اجي هنا بحيث ان انا اشوف الحاجه بالشكل دوت، تمام، او ارجعها كده توب. طيب انا دلوقتي عايز ارسم مثلا حيطه، باجي هنا واقول له من كرييت انا عايز ال AEC، واقول له انا عايز وول، وببدا ارسم الوول، تمام. ممكن ارسمها عادي او كنترول زد استعين بالجريد، هقول له سناب توجل، تمام، وكليك يمين بيقول لي انت عايز تعمل على انا حاجه، اقول له مثلا جرايد بوينت وجرايد لاين، تمام، واقول له اقفل. بلاقي ان هو بدأ يمشي على الخطوط ديت ورسم لي مثلا اوضه صغيره، تمام. عايز اشوفها من اي ناحيه من النواحي، وببدأ اشوف انا الجستيفيكيشن بتاعي هيبقى من ليفت ولا سنتر ولا رايت، الويتس والهاي بتاعي ممكن ارسم حاجه بمقاس اكبر او اصغر زي ما انا عايز. وهنا هبدا اختار ارسم احط بعض الشجر زي ما انت شايف اهوت، ماشي. ولو انا عايز اصغر الشجر دوت بسيط جدا، بقف عليه اعمل عليه سيلكت واختار سكيل واجي هنا واروح مختار تصغير، تمام. وبعد كده ممكن اعمل منه نختار حاجة تانية، أقول له مثلا جنرال جبال نخ، أقول ده حط النخ دوت، تمام. بنلاقي حاجة تانية برضه اسمها الريلينج. الريلينج دي اللي هي حاجة جنب اللي هي جنب السلم الحاجز الحديدي دوت، تمام. بتك مرة والتانية يبقى كده حددت المسافة بتاعته، بطلع بالارتفاع بتاعه. وكل الحاجات دي ممكن اتحكم بيها واكتب الارقام من هنا على طول اوتوماتيك زي ما اغلب الاوامر الموجوده بتاعت 3 دي ماكس. انا ممكن اقول له انا عايز سكوير وعايز مثلا الارتفاع بتاعه قد كده واكتب الارتفاع على طول. ممكن اجي من كوستمايز واقول له يونت سيت اب واختار انا اشتغل بالمتر ولا بالمليمتر ولا بالكيلومتر سيستم يونت، ممكن اختار انش فيت زي ما انا عايز، اختار واحد في الكيس تحتي، تمام. ان شاء الله مع بعض هنبدا نكمل برنامج. انا مش هكدب عليكم انا لسه بتعلمه، لما بتعلم حاجه بكتبها ان شاء الله، ولو في اي مشاكل ظهرت يا ريت تبلغني بيها بحيث ان انا الفيديو اللي بعد كده اصلحها ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.